وطلب مني الأخ السائل أن أوضح هذه الآية القرآنية التي أسيء فهمها. مقطع الفيديو يقول: هناك دليل في القرآن أن المسيح عليه السلام هو إله. ما هو هذا الدليل؟ الدليل أن سيدنا عيسى عليه السلام خلق من الطين كهيئة الطير، ولا يستطيع، يعني لا يملك حق الخلق إلا الخالق سبحانه وتعالى. فبما أن المسيح خلق الطيور فهذا دليل أنه إله. طيب، دعوني أيها الأحبة أقرأ الآية الكريمة، أو هما آيتان في القرآن. لدينا آيتين تتحدثان عن معجزة خلق الطيور. وبالفعل النبي الوحيد الذي امتلك القدرة على الخلق هو عيسى عليه السلام. ولكن أنا أقول لصاحب المقطع الذي قرأ فقط كلمتين من الآية، أقول له اقرأ الآية كاملة فقط، يعني الآية سترد عليك، لا داعي أن تقرأ القرآن ولا داعي أن تقرأ الأقوال الكثيرة لعيسى عليه السلام عندما نطق وقال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ماذا قال بعد ذلك؟ وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. سيدنا عيسى قال: وإن الله ربي وربكم فاعبدوه. طيب، ما يعني هل يستطيع إنسان أن يستنتج أن الذي يتكلم هنا إله؟ لا، هو رسول له معجزات عظيمة. ولكن دعوني أذهب للآية التي قيلت والتي استدل بها على أن المسيح إله، لأنه امتلك القدرة على الخلق، أنه يخلق. دعوني فقط أقرأ الآية كاملة أو الآيتين. الآية الأولى أيها الأحبة في سورة آل عمران. طبعا هنا جاءت البشرى لأمنا مريم عليها السلام. أن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم. فهنا أيها الأحبة، يعني دعوني أقرأ النص من أوله أفضل، لأن بعض الناس لا، يعني لكي لا نقتطع كلمة من سياق نص. إذ قالت الملائكة: يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. إذن هذا كلام جميل. القرآن هنا يمدح المسيح عليه السلام. وجيها، أولا كلمة منه، كلمة تكريما له وتعظيما لشأنه، هو كلمة الله عليه السلام. وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، إذن هو مقرب من الله ووجيه، إذن هذا مدح. أنا أتمنى ممن ينتقد النبي محمد عليه الصلاة والسلام أو يستهزئ به أن يقرأ هذه الآيات، كيف
يعني من يعتقد طبعا أن القرآن كلام النبي، نقول له اقرأ ماذا يقول محمد عن السيد المسيح عليه السلام، وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. يعني هذا النبي الكريم محمد عليه الصلاة والسلام يستحق أن يشكر لا أن ينتقد. هو يمدح بالمسيح عليه السلام ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. إذن هو إنسان صالح، له معجزة أنه ينطق وهو في المهد، يعني عمره أيام أو ساعات ينطق. هذه معجزة لسيدنا المسيح. طيب عظيم. يعني طبعا هنا السيدة مريم قالت ربي أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر، قالت ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ثم يتابع البيان الإلهي ويعلمه الكتاب والحكمة. من الذي علم المسيح عليه السلام الكتاب والحكمة؟ الله. طيب لو كان المسيح إلها، هل يحتاج أن يعلمه إله آخر؟ يعني هل يحتاج إلى تعليم؟ طبعا الإله سبحانه وتعالى، يعني لو كان المسيح إله لكان هو الذي يعلم، ليس بحاجة أن يتعلم. إذن ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل. هنا الآية أيها الأحبة التي فيها خلق الطيور، بماذا بدأت الآية؟ ورسولا إلى بني إسرائيل. الإله لا ينبغي أن يكون رسولا، الرسول هو شخص مكلف برسالة من قبل شخص أعلى منه، هذا معنى الرسول. إذن لو قرأنا الآية من أول كلمة نجد أن القرآن يؤكد أن المسيح بشر، أنه رسول، ولكن هذا الرسول له معجزات كثيرة، وجيها عند الله، مكرم، له تكريم، وهو مقرب وهو من الصالحين، ليس بشرا عاديا عليه السلام. ورسولا إلى بني إسرائيل، أني قد جئتكم بآية من ربكم. طيب إذن المعجزة جاء بها من الله، إذن أين ألوهية المسيح هنا؟ ولا كلمة تشير إلى أنه إله، ولا كلمة أبدا، لأن الإله يحكم بذاته، يعلم بذاته، يخلق بذاته، لا يحتاج إلى إذن لكي يخلق، ولا يحتاج أن يرسله أحد. هذه الصفات الإله الخالق سبحانه وتعالى. طبعا ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية، أني ماذا؟ آية من ربكم، تأكيد هنا، أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه. إذن هو يشكل قالب من الطين كهيئة الطير ثم ينفخ فيه، ولكن نفخة تعطيه الروح لهذه الكتلة من التراب. نفخة المسيح فيها روح، لأنه هو من روح الله سبحانه وتعالى، لأن الله نفخ فيه من روحه عليه السلام. إذن فأنفخ فيه فيكون طيرا، ماذا؟ بإذن الله. إذن أين ألوهية المسيح هنا؟ هل الإله يحتاج لإذن لكي يخلق؟ لا يحتاج لإذن، سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء عز وجل. فإذا كلمة فيكون طيرا بإذن الله تؤكد أنه ليس إلها. نفس المقطع يعني، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى
أيضا بإذن الله، يعني ليس بقوته وليس بإذن الله فقط. الإله لا يحتاج إلى إذن أخي الحبيب. وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون. ثم قال بعد ذلك: إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. هذه هي الآية الأولى. يعني هل شممتم منها رائحة كلمة واحدة تقول إن المسيح إله، هو رسول ومقرب ومرسل ويحيي الموتى بإذن الله ويخلق بإذن الله وكل شيء بإذن الله؟ إذن هو رسول، ولكن هذا الرسول له مرتبة عالية جدا عند الله سبحانه وتعالى. الآية الثانية في سورة المائدة، هنا الله يذكر المسيح بنعمه، إذ قال الله يا عيسى ابن مريم. ولاحظ أخي الحبيب هنا يا عيسى ابن مريم، يؤكد على بشرية عيسى أنه ينسبه لمريم، عيسى ابن مريم أو المسيح ابن مريم، ليؤكد لك أنه مخلوق وليس إلها. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني. إذن المسيح ماذا فعل؟ كل شيء بإذن الله، كل كلمة نطق بها هي بأمر من الله، وكل فعل قام به هو بإذن الله سبحانه وتعالى. كذلك كل الأنبياء. وإذ كففت بني إسرائيل عنك. طيب هل الإله يحتاج من يكف عنه أذى الآخرين؟ لا، يعني لا يستطيع هو بذاته أن يكف أذى الآخرين، يحتاج لإله آخر. ما هذا الإله؟ إذن هنا أخي الحبيب النص القرآني هذا يؤكد 100% أن المسيح عليه السلام هو رسول، ولكن له معجزات كثيرة. وهنا أطرح نقطة أنا للنقاش حقيقة، أن النبي كان يمتلك سيطرة كاملة على من حوله، أقنعهم أن هذا القرآن كلام الله، وهم فعلا اقتنعوا، ونحن اليوم مقتنعون بذلك. يعني اليوم 2 مليار مسلم في العالم مقتنعون أن القرآن كلام الله. طيب بما أنه يملك هذه القدرة الهائلة، لماذا لم ينسب هذه المعجزات لنفسه؟ يعني لو أنه يكذب على الله ويدعي أنه رسول مرسل من الله ويكذب ويؤلف، لماذا ينسب أهم المعجزات في القرآن لشخص السيد المسيح؟ لماذا؟ لماذا المرأة الوحيدة التي ذكر اسمها في القرآن هي مريم؟ طيب النبي كان عاجز أن يذكر أسماء خديجة، عائشة، أمهات المؤمنين، أسماء أخرى، غير عاجز. حتى أصحابه لم يعني اسم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، هؤلاء الأربعة الخلفاء الراشدين والذين كانوا مقربين جدا من النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا لم يذكر أسماءهم في القرآن؟ يعني هذا يدلك على عالمية القرآن. القرآن لم ينزل لقبيلة هي قريش أو للعرب، لا، هو كتاب عالمي. لذلك المرأة الوحيدة في الكون التي يعني لها معجزة ولدت طفلا من دون أب هي مريم، لذلك استحقت أن تذكر في القرآن. والمرأة الوحيدة التي نفخ الله فيها من روحه، نفخ في جنينها عيسى عليه السلام وهو في بطن أمه، نفخ فيه من روحه، هي الوحيدة مريم.
لذلك الله سبحانه وتعالى ماذا قال في القرآن؟ يا مريم إن الله اصطفاك. أنا أريدك أن تتخيل أخي الحبيب أن محمد عليه الصلاة والسلام هو الذي قال هذه الكلمات. تخيل للحظة، ستشعر أن هذا الكلام غير منطقي ولا يمكن أن يحدث. يا مريم، طبعا هذا كلام الملائكة لها، إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. مرتين الاصطفاء، لم يذكر الاصطفاء مرتين في حق أي، في آية واحدة، في حق أي مخلوق. يعني حتى النبي محمد عليه الصلاة والسلام إذا قرأنا القرآن لا نجد أنه يحيي الموتى، ولا نجد أن كان يمكن أن يذكر أمه. يعني واحد يفتري ويؤلف ويقنع الناس، لماذا يذكر اسم امرأة يعني بعيدة عنه أكثر من 500 سنة، وكما يعني يدعون أنه على عداء مع أهل الكتاب وكذا، لماذا يمدح أم عيسى عليه السلام، أم المسيح، لماذا يمدحها؟ لماذا يصطفيها ويطهرها؟ واصطفاك على نساء العالمين، نساء الكون، يعني حتى لو كان هناك مخلوقات في كواكب أخرى، في عوالم أخرى، السيدة مريم مصطفاة على نساء العالمين، ليس على نساء الأرض فقط. انتبه أخي الحبيب، يعني القرآن أعطى السيدة مريم عليه السلام أعلى مرتبة على الإطلاق لأي امرأة. هذا يدلك أن الذي يتحدث هو الخالق الذي يعلم، وليس شخص عاش في الجزيرة العربية في بيئة كان فيها الشعر والخمر والوأد البنات، وكان فيها الثأر، وكان فيها الجهل وعبادة الأصنام. هذا كلام لا يمكن أن يصدر من إنسان يعيش في بيئة كهذه. هذا كلام إله حكيم عليم سبحانه وتعالى. فهنا القضية هنا أخي الحبيب أن السيدة مريم في القرآن لها مرتبة عالية جدا. فبدلا من أن نقول إن يعني بدلا من أن بعض الناس يستهزئ بالنبي عليه الصلاة والسلام، يا أخي قل له شكرا، يعني السيدة مريم هي أمي وأمك، هي أمنا جميعا، أم نبينا عيسى. أنا لو جاء شخص ومدح أمي، هل أهاجمه وأستهزئ به، أم أقل شيء أقول له شكرا جزاك الله خيرا؟ طيب النبي محمد حتى لو اعتبرنا يعني كما يقول البعض إنه هو الذي كتب القرآن، القرآن من أوله لآخره كل الآيات التي ذكر فيها عيسى عليه السلام أو مريم كلها مدح لهما، مدح، ولا آية تنتقص من حق مريم ذرة، بل تكرمها وتطهرها وترفعها، واصطفاك على نساء العالمين. فهذا النبي الكريم يستحق أن يشكر بدلا من أن يستهزأ به عليه الصلاة والسلام، لأنه لم يتكلم كلمة سيئة على المسيح في القرآن كله، ولا على أم المسيح عليهما السلام. إذن أخي الحبيب، خلاصة هذا كل من يريد أن يفهم القرآن أن يقرأ الآية كاملة، ويفضل أن يقرأ النص كاملا، لا أن يقتطع كلمتين أن المسيح يخلق من الطين كهيئة الطير فقط 3-4 كلمات ويقول لك هو إله. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.